الحقيقة في تعب. تقييم المجلس لحرية الفكر والرأي. ممكن فيما يتعلق بتقييم التقرير لأوضاع حرية الرأي والتعبير بالقطع حرية الرأي والتعبير، هي من أولى الحقوق التي تمثل فورا وبشكل سريع في حالات إعلان الحرب على الإرهاب أو في حالات اندلاع أحداث عنف وعنف مضاد في أي بلد من بلدان العالم. هذا بالفعل ما حدث في مصر، تأثرت حرية الرأي والتعبير بدرجة كبيرة جدا، وهي الحقوق التي يمكن أن تتأثر بشكل سريع وفوري بأحداث العنف أو العنف المضاد، فتأثرت حرية الرأي والتعبير بدرجة كبيرة للغاية، وكذلك حرية التجمع السلمي وحرية التظاهر.